تكون الفكرة في رأسك أنك تلحق قبل الفطور، وشي يقع لك فيها؟ يقع لك فيها النرفزة، يقع لك فيها تجاوزات المناورات الخطيرة، تجاوز السرعة. قصد تعزيز الأمن المروري والمحافظة على السكينة والأمن لدى المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي حملة تحسيسية تحت شعار السياقة أخلاق وذوق، فلا تؤذي نفسك وغيرك، لمرافقة مستعملي الطريق. تستهدف سواق مختلف أصناف المركبات مع التركيز على سائقي حافلات النقل مسافرين للمسافات طويلة، للتحسيس حول مدى خطورة حوادث المرور ونتائجها المأساوية. تم وضع برنامج خاص لتأمين المواطنين أثناء صلاة التراويح وعند انتقالهم وتواجدهم بأماكن الراحة والتسلية خلال السهرات الرمضانية.